الحقيقة أنا يعني أحب أقول انطباع كروائي بس يعني أنا مش ناقد ولا غيره. أنا أتصرب لي في رواية محمد إحساس في أربع روايات تقريبا بشكل مكثف جدا، إنه لا أحد فينا يملك قدره، والإنسان في حياته بيضطر لخوض اختيارات عديدة، والاختيارات دي ممكن توقعه في فشل، في فشل ونوع كثير من الفشل يدفع ثمنه طول حياته. هذا الجحيم بيصوره محمد في عدد كبير من هذه القصص بمكر شديد. القصة بتاعت الفوشيا بنشوف الجحيم اللي حصل له محمد، هو اختار غلط بالصدفة، رغم انه اختار اخت التوأم، يعني واحدة مفروض انها طبق الاصل، وعمل كل اللي عليه علشان يحاول ينقذ الموقف. اشترى لها كل انواع الفوشيا، اشترى لها يجي 16 عباية فوشيا، وحاول يعمل فيها اي منظر علشان تبقى مش 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 مش, مش عفاف، تبقى هدى، لكن ما نفعش. وحتى في المرة اللي أوهم نفسه في الأحلام إنها بقت هدى ولبسها العباية القديمة وجاي ينام معاها، قالت له إيه ده، مالك، جرى لك إيه؟ يعني قفلت كل فرص الأحلام اللي قدامه. أظن ده جحيم يعني يصدم بشكل غير عادي. جحيم آخر بيصور محمد في الشخص اللي حياته فاشلة ده، وفجأة يلاقي واحدة ست جميلة بيحبها وهي برضو حياتها فاشلة، قاعدة تربي طفل نسيت أنوثتها، وقعد يصورها، وفي الاخر تنتهي المساله بينهم باي باي هما الاثنين. جحيم اخر في صوره الاخ اللي هو عايز يعدي قدامه كلب يقعده. جحيم بقى خالص يعني انا شخصيا يعني قبضني تماما في وصفه للشخص اللي عمال يحكي همومه ويحكي همومه ويحكي همومه لحد تاني، وبعدين نكتشف انه ميت، وبعدين نكتشف كمان انه بيتكلم مع ميتين. اظن ما فيش جحيم اكتر من كده. شكرا. Amen. Amen. Amen.